أهلا بيك أصدقائي المهندسين في قناة قدومة فور انجينيرنج سوليوشن. النهاردة هنشرح مع بعض بارت 2 على الجيرز أنواعها. تمام، لو فاكرين احنا في البارت الأولاني اشتغلنا على 3 أنواع من الجيرز. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على بقية الأنواع اللي معانا. يلا بينا نبتدي مع بعض على طول. الترس اللي هنشتغل عليه دلوقتي هو الترس المخروطي او البيفل جير. تمام، البيفل جير ده فكرته ان هو بيشتغل معانا ان هو بينقل الحركة من محور لمحور بزاوية مختلفة تصل لتسعين درجة. يعني مش احنا شايفين الشكل اللي قدامنا ده على 90 درجة، بس هو مش لازم يبقى 90، ممكن يبقى مايل اكتر، يعني مايل بزاوية لغاية 90 درجة، طبعا مش لبره، لا اللي جوه. تمام، فده البيفل جير. البيفل جير ده بقى فيه انواع كتير، تعالوا كده نشوف مع بعض الانواع بتاع البيفل جير الموجوده. في البيفل جير اللي هو احنا عارفينه خالص اللي هو الستريت بيفل جير، اللي هو بتبقى التروس بتاعته تروس عاديه ما فيهاش اي ميلان او اي حاجه، ده برضو نوع موجود ونوع شائع جدا. في التروس البيفل جير اللي هو السبيرال البيفل جير. تمام، وده من ميزاته زي اللي احنا شرحناه قبل كده ان هو الضغط اللي بيبقى على التروس بيبقى كويس، لان هو بيبقى ما بيضغطش على الترس بالطول كله، لا ده بيضغط على نقط في الترس، نقطة قدام نقطة، نقطة قدام نقطة، وهو بيلف، فبالطريقة دي الترس بيعيش معاه أطول. تمام، في برضو زيرو البيفل كير زي ما شايفينه كده شكل الترس، كلها أنواع مختلفة. تمام، الهايبو بيفل جير ده بيبقى نفس الفكرة بس بطريقة أفقية. تمام، نفس النظام الزيرو بيفل جير بطريقة أفقية. احنا كده كده هناخد مع بعض الهايبو جيرز عموما وهنعرف تفاصيل عنه أكتر. آخر نوع معانا في الترس البيفل جير اللي هو الميتير بيفل جير. لو لاحظ هنا الترس شكله مختلف، ان السنان نفسها بتاعت الترس تمام واخده زاويه ميل خارجيه. تمام، فكل الانواع التروس اللي موجوده معانا دي بيبقى ليها استخدامات معينه وتطبيقات معينه بتشتغل فيها. تمام، ايه التطبيقات بتاعت الترس المخروطي؟ ايه الابليكيشن بنشتغل بيها؟ اكتر حاجه بنشتغل بيها في البيفل جير اللي هو الاجزاء اللي احنا بيبقى فيها الحاجات اللي بتلف في العربية، الأكسات اللي بتلف، المحاور اللي بتلف، لما باجي بغير الدريسيون يمين أو شمال بيبقى فيها المحاور القدامانية والورانية اللي موجودة في العجلات بتاعة العربية، بيبقى موجود فيها بيفل جير ده عشان بيغير لي الحركة بتاعتي. يعني أنا باجي يمين أو باجي شمال بلف العجلة. تمام، فباخد حركات مش مباشرة، حركات عمودية أو بزاوية، فبستخدم دايما البيفل جير. تمام، ده بالنسبة معانا البيفل جير. في حاجات تانية في البيفل جير بيستخدم طبعا في المعدات الثقيلة للدفع، اللي هي الحاجات المعدات الضخمة زي ما احنا شايفين كده. تمام، كمان في البيفل جير بنستخدم في أبراج التبريد، في المواتير بتاعة أبراج التبريد في الجير بوكس بتاعها بيبقى فيها موجود بيفل جير، لأن البيفل جير ده بيتحكم لي في سرعة السرعة اللي شغالة بيها الفان نفسها. تمام، والترك نفسه بيبقى زيادة، يعني السرعة بتقل والترك بيزيد، وده بيساعد لي في عملية الكولينج اللي موجودة في التاور بلان بتاعت الفان نفسها. تمام، آخر حاجة موجودة معانا في البيفل جير من التطبيقات الكتير الموجودة فيها، عارفين انتوا المراكب اللي ليها اسم لانشات، اللانشات تمام بيبقى فيها محرك كده من ورا اللي هو بيديك دفع لللانش. تمام، الجير بوكس الموجود في المحرك ده بيبقى موجود فيه البيفل جير. تمام، فاحنا ده اكتر حاجات بنقدر نستخدم فيها البيفل جير. الترس اللي بعده حاجة اسمها هايبوت جير، ترس الإزاحة. هو نفس الترس المخروطي، بس الفرق ان ده بدل ما
الترس عمود على الترس، لا ده افقي، والزاوية في اوفست موجود بين مركز الترس الاساسي والمركز الترس اللي شغال عليه. تمام، وهنعرف ده فايدته ايه. تمام، ده ترس حلو جدا وبيشتغل برضو في ابلكيشنات كتير معانا، ابلكيشنز كتير، بس كل حاجة طبعا ليها مزايا وليها عيوب. نيجي هنا عايزين نعرف ايه المزايا والعيوب بتاعت الهايبرد جيرز. طيب اول حاجة عندنا في المزايا بتاعت الهايبرد جيرز، لما يكون المساحة اللي انا شغال عليها قليلة، يعني عايز احط التروس دي مثلا في مكنة، تمام، بس المكان اللي هيتحط فيه صغير، مساحة التثبيت محدودة، بمعنى مكان صغير. تمام، فبقدر استفاد انا بالهايبرد جيرز عشان خاطر اقدر احط الجيرز دي واقدر اعمل الحركة اللي انا عايزها. تمام، طيب طبعا التورك بتاعها عالي، ودي عموما في اغلبية التروس بيبقى التورك عالي، بيبقى لازم ميزة معينة في الجيرز دي ان التورك بتاعنا يبقى عالي عشان تديني حاجة محترمة، يعني حاجة كويسة. تمام، ضوضاء قليلة، واحنا قبل كده اتكلمنا في موضوع الصوت ده، ان لما يكون التروس بميل بزاوية، تمام، بيدي معايا صوت اقل، لان انا ما بضغطش ترس على ترس، لان انا بضغط نقط على نقط، فبيديني ترس سوري بيديني صوت اقل. تمام، بيتحط دايما في الحاجات المعقدة، زائد ان هو بيبقى في اماكن ضيقه، في الحاجات الضيقه دي بيبقى مكنه فيها حاجات كتير قوي، فدايما تلاقي المكن المعقد تلاقي دايما في الهايبرد جيرز، بما انه بيتحط في اماكن صغيره. تمام، فده بيبقى ميزه كويسه جدا ان هو يتحط معانا في الماكينات اللي هي المعقده شويه اللي فيها شغل كتير. نقدر كمان ان احنا البيفل جير ده، سوري الهايبر جير، بيتحط مع جيرز مختلفة في الجير بوكس، يعني يقدر تلاقي الجير بوكس تلاقي فيها انواع الجيرز المختلفة زائد الهايبر جيرز. تمام، فده برضو ميزة حلوة جدا فيها، ده بيرجع عشان خاطر الميكانيزم بتاعه. تمام، الميكانيزم بتاعه اللي هو الافقي مع الترس نفسه، فبيديك إمكانية إن أنت تقدر تعمل حاجات تانية فيه. طب إيه العيوب بتاعته؟ أول حاجة التصميم بتاعه صعب، يعني البيبل جير ده عشان خاطر يقدر يديني الكفاءة بتاعته العالية، يبقى ليه تصميم معقد شوية عشان خاطر أقدر أخد بيه الكفاءة اللي أنا محتاجها. تمام، فده عيب من العيوب بتاعته، عيوبه صعبة جدا، يعني هو لازم التصميم بتاعه يبقى محترم. تمام، الأنواع التانية في الجيرز لما بتحط في البوكس اللي هو علبة التروس، تمام، مقارنة بالهايبرد جير، لا الهايبرد جير كفاءته أقل. تمام، هو بتقدر تحطه مع الجيرز التانية والمميزات بتاعته، بس عيب من عيوبه ان هو كفاءته بتبقى أقل لما بيتحط مع علب تروس تانية مقارنة بينهم وبين بعض، لا كفاءة الهايبرد جير أقل. تمام، ما ينفعش تشتغل بقى اللعيب الاخير، ما ينفعش تشتغل بيه بسرعات عاليه، يعني السرعات القليله، السرعات المتوسطه تمام، لكن لو سرعه عاليه لا طبعا ما ينفعش خالص فيه، مش مناسب، يعني هتلاقي الحاجات اللي بتشتغل بسرعات عاليه بتشتغل بجيرز مختلف. تمام، ده مزايا وعيوب الهايبرد جيرز. طيب ايه الاستخدامات بتاعتنا في الهايبرد جير؟ اكتر استخدام منتشر في الهايبرد جير هنلاقيه في صناعة السيارات، هتلاقيه موجود في المحاور اللي موجودة في الجزء الخلفي للشاحنات الكبيرة اللي بتخص العجل، هتلاقي دايما البيفل الهايبرد جير ده موجود. بعتذر لكم بقى ان هنا اتكتبت غلط، هنا مش بيفل جير، هنا هايبرد جير. تمام، فالهايبرد جير دايما بتلاقيه موجود في صناعة السيارات في الشاحنات الكبيرة مخصوص، عشان خاطر هو زي ما احنا متفقين لو بصينا على السلايد اللي قبله، تمام، ان هو بيستخدم في مساحة محدودة، تمام، مع التورك بتاعه عالي، فبيفيدني في الشحنات الكبيرة. اوكي، تمام، نيجي بقى للنوع الثالث بتاعنا،
انه السادس بتاعنا بقى الورم جير ده يعني جميل جدا، يعني انا صراحة بحبه جدا، الترس ده لذيذ في شغله يعني، حاجات حلوة يعني. اول حاجة ان انا بنقل بدرجة 90 من الحركة بتاعتي، ان انا هذا الشفت اهو بتاع الموتور تمام بيحرك الترس ده، فعلى اساس الترس ده بيتحرك مع الترس ده اللي هو الورم سكرو. يعني انا عندي ورم جير اهو مع ورم سكرو تمام، فبيحرك معايا الحركة أفقية أهو هنا برضو، هذا هو شافت الموتور بيحرك معايا الترس، الورم جير بيحرك معايا الورم سكرو بالحركة أفقية. ولنفرض مثلا إن هنا محطوط الشافت بتاع الموتور، بيحرك معايا الورم سكرو، بيحرك معايا الورم جير للاتجاه العكسي بدرجة 90 درجة، فممتاز جدا الترس ده. اليوزز بتاعته كتير، ابلكيشن كتير. اول حاجه في البيبان الاوتوماتيك دورز، تلاقي اللي هو بيقفل لوحده بيفتح لوحده ده، دايما تلاقي فيه الورم جير، لان يعني بيديني حركه دائريه الافقيه، فبيساعدني ان انا اخد الحركه بتاعتي اليمين والشمال في البيبان تمام. وكمان في الادوات الموسيقيه الوتريه اهو بالظبط، اهو شايفينه زي ما احنا ما شايفين كده، ادي الورم سكرو وادي الورم جير تمام. بحرك انا عندي هنا، يتحرك معايا الورم جير يشد معايا الوتر. الالات الوترية دايما تلاقي فيها الورم جير والورم سكرو. في ايه تاني؟ الحاجات بقى اللي انا بحتاج فيها ان انا اخفض السرعة تمام. زي ما احنا ما شايفين كده، الحاجات بقدر اتحكم في السرعة بتاعتي عن طريق بقى عدد السنان والكلام ده كله بيتحكم لي في السرعة بتاعتي تمام. ده بالنسبة للورم جير. نيجي بقى على الحاجات اللي احنا دايما بنشوفها في وشنا، الترس المسنن او السبروكيت جير، ده دايما بنشوفه. ما اعتقدش ان محدش ما شافش ان في حد ما شافش الجير دي. الجير ده عبارة عن ترس بس مسنن، تلاقي سنونه كده واسعة عن بعضه وحادة، وبيدخل معانا في موجود معانا في سلسلة تمام، شين عشان خاطر أقدر أعمل حركة، أتحرك الترس يتحرك، يحرك معايا الشين، يحرك ترس تاني تمام. ده بستخدمه لما يكون مثلا عايز أحرك حاجة بعيدة، ترس بترس بقدر أحرك بيه بينهم بشين. وطبعا حسب بقى اللي انا محتاجه، الدروز ومقاسها، السرعة والترك والكلام ده كله تمام. ايه الاستخداماته؟ طبعا الاستخدام الشائع ليه للعجلة زي ما احنا ما شايفين، وهنا بيوضح لي ادي اهو، ادي الترس سباركل وادي الشين اهو تمام. ادي عندي هنا مجموعة تروس سبروكت، مجموعة تروس سبروكت بمقاسات مختلفة، وبتحكم على اساسها السرعة. كل ما الترس ما يكبر كل ما السرعة تقل، كل ما الترس ما يصغر كل ما السرعة تزيد تمام. في ايه تاني طيب من الابليكيشنز بتاعتها؟ في الالات الزراعية وفي الدبابات والحاجات اللي هي الالات الضخمة اللي بستخدم فيها دايما، ادي الشين اهو وادي السبروكت جير تمام، يتحرك معايا ياخد معايا السير، يحرك بقية العجل تمام، فبستخدم دايما في الماشينز الكبيرة. وحاجة يعني معلومة برضو أنا كنت أول مرة أعرفها، إن هو في الكاميرات دايما نلاقي أهو أدي السبروكت جير تمام موجود هنا أهو في الجزء ده، ده الماكينات الأفلام اللي موجودة في السينمات، نلاقي دايما الفيلم بيتحط ويبتدي يعرض الفيلم، فدايما موجود السبروكت جير عشان بيحرك الفيلم لقطة بلقطة أو جزء جزء، بستخدمه هنا. وبرضه بستخدمه في الكاميرات العادية عشان خاطر أقدر كل ما أدوس على السوكت الكبير أقدر أحرك من صورة لصورة، لما أجي بصور يتحرك عشان يصور الصورة، يتحرك عشان يصور الصورة، فبستخدم برضه السبروك الكبير تمام. أرجو إن احنا نكون استفدنا من الفيديو ده. طبعا دي الريفرنس اللي أنا اشتغلت عليها، وأرجو إن احنا نكون استفدنا من الفيديو. وشاركونا وادونا رأيكم،
وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونقدر نقدم فيديوهات تانية على حاجات تخص المجالات الهندسية عموما، مشاكل معينة، حاجات فيها مشاكل تقدر تصلح إزاي، كل ده هنحاول نقدمه في الفترة الجاية. تمام، دعمونا بمشاركتكم، نشير الفيديو وتفرجوا معانا دايما وتعلموا معانا وكلنا بنتعلم مع بعض. سيبوا لنا كومنتاتكم على الفيديو او في الفيسبوك او على الميل، اي كومنت اي استفسار احنا تحت امركم. شكرا ليكم، ونقابلكم في الفيديو الجاي. سلام.